تابعنا مع حضراتكم حفل ختام مهرجان الاسماعيليه الدولي للافلام التسجيليه والقصيره، تم اعلان الجوائز. كان في بعض بس الاخطاء في اسماء الافلام او اسماء المخرجين، وعدنا بعض الاسماء، انا شخصيا اتلخبطت، لكن استقرينا خلاص على الافلام، وصلنا للفائزين. دلوقتي هنورني على نايل سينما في هذا اللقاء الاستاذ شادي عون من لبنان، وجائزه افضل فيلم تحريك في مسابقه الافلام الانيميشن. واستاذ شادي، عن فيلم الصمت او السايلنس، مساء الفل. اهلا فيك احمد، منورنا على نايل سينما. ليك متشكر قوي، الف الف مبروك. وعايز اعرف احساسك ايه اول ما عرفت ان الفيلم فاز، وكنت توقعتها ولا لا؟ لا، ما كنت متوقعها، لانه كان في فلومه وشايفها قبل بغير مهرجانات وربحانين وكانوا قوية كتير، وبصراحة عمرك ما بتتوقع، بتتمنى بس بتزيح هيك براسك، بتقول انه خليها على البركة مثل ما بيقولوا. وقت عرفت، ما انه بفتكر هيك صمتت، قعدت شوي بأرضي فيلمي صمت، فلازم لما يعلنوا لي بقى اخد صمت شوية. صمتت كتير يعني، واخدت هيك شوية وقت تقوم، بس انه فرحان يعني، كل انه شو بدي لك، انه واحد بنبسط وقت يربح شيء هيك، مبسوط كتير. محتاجين نعرف اكتر، وجمهورنا في نايل سينما يعرف اكتر عن الفيلم. هو فيلم انيميشن 2D تحريكي، ومش للاطفال، لانه عاده بيقولوا بتعمل انيميشن للاولاد وكذا، هو لا، انيميشن للكبار، يعني من 12 سنه وطلوع، وهذا شيء جديد، بلس 12، وهذا الشيء منه كتير معروف بالمنطقة عنا، خصوصا بأوروبا وباليابان وبأمريكا شيء عادي صار خلاص، بس بالمنطقة عنا بشرق الأوسط وبلاد العربية شيء جديد، و it's an art form عم بتبلش. بيحكي عن مدينة اسمها غبرة، هي مدينة عربية شكليا، وفيها سيستم ديسبوتي كتير كتير مسلط على المدينة، وكبسها والعالم كلها جويتها، إذا بدك صامتة، كل شيء بالأسود وأبيض، لأن ديكتاتوري شيء بفتكر كلنا منعرف شو هو عايشينه، بس بطريقة شوي عملها بطريقة مثل الشعر يعني، لأنه المدينة شوي خرافية، بس بتحكي عن قصة حياتي وحياتي كتير عالم أصلاً. بعتقد مش هيك عم بيحكي مع كتير من الشباب، ومن خصوصاً من بلاد العربية. الفيلم عم بياخد كتير، بسمع كتير قصص منيحة من هالمنطقة. بعتقد عم بيحكي مع الشباب، ومنلحق بهالمدينة قصة شخصية اسمه ليل، غير عن المجتمع شوي، منحدر شوي، مش عايش بالمجتمع ولا براته، اجر على اجر هيك، بفتكر يعني انه بيشبهني شوي انا كيف عم جرب اعيش حياتي بالمنطقه، ومنلحق قصه حياته، وان بلش يجرب ياخذ نفس عن كل المجتمع اللي عايش فيه، ومنشوف شو بيصير فيه. طيب، اول مره تشارك بالفيلم ده في المهرجان، واول مره تشارك في مهرجانات، ولا شاركت قبل كده؟ مصر أول مرة بينعرض بالإسماعيلية كمان. هو كان عمل بريمير بلبنان باللبنانيز فيلم فيستيفال، ربح أول جائزة، ربح بكارتاج الثانية جائزة الذهبية، صحيح، بالجي سي سي، بمكناس كمان بالمغرب ربح الجمهور يعني صوت له، وقال هو مسافر على أوروبا، عدة بلاد، على كندا، على أمريكا، على برازيل. بس انا اللي بيهمني يعني المغرب، لبنان، مصر، الجزائر ان شاء الله، انه سوريا ما حوصلها. مرق بفلسطين صار عندهم اول مهرجان انيميشن من شي جمعتين، اسمه حرك فلسطين، وافتتح المهرجان الفيلمي. ما شاء الله، كل ده ما كنتش متوقع انك تاخد جايزه هنا في الاسماعيليه، ده الفيلم له تاريخ في الجوائز. بس عمرك ما بيكبر راسك بهيك قصص، بتضلك انه مقلقز ومنك واثق بحالك بهيك مواضيع، الا ما ليك شو حلو. اكسكيوز مي، تقيلة وجميلة وجديدة. يمكن تكون فال حلو، عشان يمكن الفيلم انا الجاي يبقى بعديك على طول بيكمل في مهرجان. انا عايز ابارك لك، مبروك شادي، والف الف مبروك، نورت مصر ونورت اسماعيلية، ويا رب تفتكرنا دايما بحاجات حلوة زي دي كده، وتفضل موجودة عندك، ونشوفك السنة الجاية ان شاء الله في مهرجان ان شاء الله. انا انيوي بضلني اجي على مصر يعني، عندي قصة غرام مع بلدكم بقى، قصة طويلة يعني، مش انه هلا عجيد. والله يعني عشت مصر وقت كنت صغيرة، وقت الحرب بلبنان جينا على مصر، وكل سنة بجي على مصر.
نورت مصر. متشكر. ثانك يو. شكرا. شكرا ليك. مستمرين مع حضراتكم ولكن بعد الفاصل.